فوزن مع كوموتيف نادي كوموتيف موسكو وين انتهت شنا في الدور ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ وين انتهت المباراه بهدفين لكوموتيف نادي كوموتيف الموسكو هدفين لهدف وين ليفركوزن شنا كيفاش انهزمت اليوم وين انهزمت بطريقه امام في ميدانه امام جمهوره وين شنا كيفاش ليفركوزن ما تعطيهاش هذا الفريق وين شنا كيفاش لعب بطريقه كبيره تمريرات كي تشوف تمريرات امام هذا الفريق ثمن وين باير ليفركوزن وين لعب بطريقه 831 تمريره امام نادي كومونتيف موسكو دار 238 تمريره 22% 78% بالنسبه ليفركوزن. لكن كي تشوف الاهداف انت كي تشوف بارتي تفرج بارتي 4 ساعه بريمير ميتو دوزيام ميتو كي تشوف المقابله تحسب ليفركوزن رابح بصح كي تشوف السكور تسيب نادي كومونتيف الموسكي تاع موسكو هو اللي فاز في النهايه. شنا كيفاش لعب طريقه يا سجل كيما نقولوا حنايا وين كريشوفيك اللي سجل في الدقيقه 16 وين دميريتري اللي سجل في الدقيقه 37 وين هوفيتش اللي سجل اللاعب هذا تاع كومونتيف موسكو اللي سجل ضد المرمى تاعو في الدقيقه 25 وين تعديل النتيجه. لكن شلنا ثلاث اهداف هدفين لكومونتيف نادي كومونتيف موسكو وليفركوزن هدف واحد. يعني تشوف انت كيفاش ليفركوزن لعب 3-2-3-1 4-2-3-1 شلنا كيفاش كومونتيف نادي كومونتيف موسكو اللي لعب بطريقه نقولوا طريقه ذكيه جدا بالهجمات المعاكسه وين لعب ب 4-5-1. يعني ويشنا في بعض الاحيان وين ولا يلعب بطريقه دفاعيه محضه اللي هي المقابله ويشنا كيفاش ماتشيني شنا هوفديس شنا اللاعبين هذو اللي سجلوا اهداف شنا سيمولوف شنا ماريولو شنا اللاعبين تاع موسكو تاع نادي الموسكي موسكو فريق موسكو شنا كيفاش من طريق ليفركوزن شنا كيفن شنا ليون بيلي شنا كي شنا اللاعبين هذو اللي داروا واجب تاعهم لكن بدون جدوى امام نقولوا بلي امام فريق اراد ان يفوز بالمقابله خاصه وين المدرب يوري سماين امام بيتر بوس تاع ليفركوزن ويوري تاع كومونتيف موسكو. يعني المقابله وشنا اهداف فريق لم يلعب فاز فريق لعب رغم بكل ثقه ليه من اجل تعديل النتيجه لكن بدون جدوى من اجل الفوز سورتو الشوط الثاني 45 دقيقه بدون جدوى وشنا الفريق نادي تاع موسكو اللي تحمل عبء المقابله 45 دقيقه هذه هي صحيح.